دشن سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة النسخة الثانية من فعاليات منتدى أسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب تحت عنوان وسع آفاقك الذي تنظمه المحافظة. فعاليات أسبوع المنامة تهدف إلى تحفيز قدرات ومهارات أكثر من 2000 شاب وشاب من مملكة البحرين، وذلك عبر جملة من الندوات والمحاضرات التدريبية. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. لطالما اعتبر رواد الأعمال عصبا مهما لنمو الاقتصاد في أي بلد كان، لدور يتبلور في خلق منتجات جديدة ترافقها صناعات تلامس مجالات العمل الاقتصادي التي لا حصر لها. وتحت عنوان وسع أفاقك تقدم يد العون والمساندة للشباب والشابات في المشاريع الريادية كطريق أمثل في منتدى أسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب بنسخته الثانية. طبعا أسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب هذه نسخته الثانية، واللي احنا نهدف منه تدريب 2000 شاب وشابة، والحمد لله ابتدينا بهذه الندوة واللي نعرض فيها قصص نجاحات من العالم، وطبعا المشاركين من 5 دول، من أمريكا والولايات المتحدة، السعودية، من البحرين، أذربيجان وباكستان. فطبعا احنا عددنا هذه الدول والتجارب عشان الشاب والشابة البحرينيين يختلطون بالرواد العالميين ويتعلمون منهم. فعاليات أسبوع المنامة تهدف إلى تحفيز قدرات ومهارات أكثر من 2000 شاب وشابة من مملكة البحرين عبر جملة من الندوات والمحاضرات التدريبية التي يقدمها 30 متحدثا من عدة دول، لتعد فرصة حقيقية لإطلاع الشاب البحريني على مشاريع وتجارب ناجحة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم. جامعة العلوم التطبيقية داعم لأسبوع المنامة للريادة وتمكين الشباب، طبعا الموضوع مهم جدا، وهذا الأسبوع هو تحت رعاية سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ العاصمة، الذي نحيي جهوده في دعم الريادة والشباب. واليوم تلاحظين في هذا المؤتمر الوجود الشبابي والعالمي، المتحدثين من عدة دول من العالم لدعم مواضيع الريادة وتمكين الشباب البحريني. طبعا الشباب هو أمل المستقبل في أي أمة، فكيف إذا كانت بمملكة البحرين؟ وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق كجامعة علوم تطبيقية. طبعا اليوم ريادة الأعمال بتحتاج إلى الإعلام الاجتماعي بشكل كبير جدا، وخصوصا اليوم مؤتمرنا عن الشباب وتمكين الشباب في كل القطاعات، وقطاع الإعلام بالنسبة لهم جدا جدا مهم، وخصوصا الاعلام الاجتماعي. اليوم في 70% من مستخدمي الاعلام الاجتماعي هم من الشباب، فاحنا اليوم قاعد نقدم لهم الوسائل والاستراتيجيات اللي هم محتاجين لها كرواد للاعمال الشباب في الاعلام الاجتماعي، شلون ممكن يستخدمون هذه الادوات، شلون ممكن يستهدفون الفئات المستهدفه، يوصلون لهم وهم عندهم افكار جدا رائعه بس ما عندهم ميزانيات وما عندهم امكانياتهم بسيطه. تلبي المشاريع الريادية التنوع المهني والنمو السريع الطارئ على سوق العمل ومتطلبات التنمية المتغيرة، إذ سعت الدورات والورش بشكل إيجابي إلى توجيه روح ريادة الأعمال وتشجيعها وفق عدة مبادرات أطلقت مسبقا بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريك أساسي لا غنى عنه في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.